مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كتاب قريته عن بعد. اليوم تواصلت معنا من مدينة تطوان الطفلة سعاد قرباس وتقاسمت معنا حبها لكتاب كتقراه هاد الأيام. وما تنساوش تاخذوا الاحتياطات اللازمة، ديروا الكمامة ديالكم، تحميوا راسكم وتحميوا المحيط ديالكم. سأشارك معكم اليوم كتابا من الكتب التي قرأتها تحت عنوان المسيرة الخضراء للكاتب أحمد عبد السلام البقالي، عدد صفحاته 110، وهي رواية أحداثها تاريخية حقيقية وواقعية لأحداث عظيمة مستقاة من الذاكرة حول المسيرة الخضراء سنة 1975. كان السبب في إثارتها العبقرية الفتة لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وفي هذه القصة يحكي الأب لابنه عن مشاركته في هذه الملحمة وكيف تجند المغاربة لطرد المستعمر. فيحس الابن بالفخر والاعتزاز بوالده ويتجاوز النقص الذي كان يحس به في المدرسة لأن أباه لم يكن غنيا كباقي زملائه.